لذلك فقط هو يتطلب عزله عن المجتمع لمنع انتقال العدوى إلى الآخرين. طيب في ظل الارتفاع كما ذكرت، هل هناك توجه لفرض الحظر الوقائي الشامل في الأيام المقبلة، بالتحديد بعد ما ذكرت أنه يلاحظ الاستهانة من قبل الشارع بالإرشادات الطبية؟ كحظر شامل لا أعتقد هناك توجه في الوقت الحاضر إليه، ما عدا في أيام العطل في أيام العطل والعيد. السبب لأنه أن نطبق الالتزام هو يكفي برفع الحظر الجزئي. رفع الحظر الجزئي هو كان من أجل إتاحة الفرصة لكثير من المواطنين الذين يعيشون على قوتهم اليومي أن يمارسوا حياتهم اليومية، والدوائر الحكومية لقضاء معاملات المواطنين مع الالتزام الكامل بكل شروط الحظر السابقة، وهي بقاء المطاعم والمقاهي مغلقة ومنع التجمعات والتباعد الاجتماعي كما قلنا. هذه الشروط إذا نفذت لا نحتاج إلى الحظر الشامل. نعم قد نحتاج إلى حظر شامل في مناطق معينة التي زاد فيها الوباء، يسمونه حظر مناطقي فقط لمنطقة معينة، والذي سينفذ احتمال كبير غدا في بعض مدن أو مناطق الرصافة التي سجلت أعداد كبيرة. هذا يمكن اللجوء إليه لتحييد انتشار المرض داخل هذه المنطقة، ثم القضاء عليه داخل هذه المنطقة، وذلك من خلال المشوحات وعزل المصابين سواء عزل منزلي أو عزل مؤسسات. نعم نعم، ذكرت من خلال حديثك أنه ارتفاع هناك للإصابات في الشهر الخامس، يعني هل هذا يرجح أن نظرية ارتفاع درجات الحرارة أنه لا يقضي على الفيروس، ولا توجد لحد هذه اللحظة أي مدة زمنية للقضاء عليه؟ نعم، لا توجد هكذا نظرية طبعا. احنا من البداية حتى منظمة الصحة العالمية أعلنت بأنه لا علاقة للجو لحرارة الجو بإنهاء المرض. نعم قلنا إذا كان نعامله كأمراض الإنفلونزا الأخرى، الإنفلونزا الأخرى تقل بطبيعتها في أيام الصيف، وهو واحد من هذه الأمراض، ولكن لشراسة العدوى لهذا الفيروس أعتقد أن هذا الصيف لن يكون مانعا من تسجيل الإصابات. قد تقل الإصابات فيه بس لا نحتمل أن تكون صفرا فيه. طبعا هذا يتعلق بعدم التزام المواطنين، إذا التزم المواطنين بالشروط الوقائية مع مساعدة جو الصيف أعتقد نستطيع السيطرة على المرض وحتى نصل إلى معدلات الصفر. ولكن حسب مشاهدتنا لحركة الناس وطبيعة سلوكياتهم اليوم واعتقادهم بمرض، هناك من لا يعتقد أنه هناك مرض كورونا أصلا، وهناك من يعتقد أنه مرض كورونا موجود لكن هناك مبالغة. هذه الاعتقادات التي نلاحظها لا نحتمل أن سينتهي الوباء في العراق. مدير الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، شكرا لك معنا. نفذت فرق الاستجابة السريعة التابعة لقطاع الناصرية الثاني للرعاية الصحية الأولوية في محافظة ذي قاف